معركة حطين. قرر أرناط وهو حاكم الكرك، والكرك هي إحدى المدن الأردنية الآن، وقلعتها هي شاهدة على بطولات المجاهدين الأبطال. المهم، قرر أن يشغل القائد البطل صلاح الدين بمعارك جانبية ليمنعه من التركيز على هدفه، وهو توحيد جيوش المسلمين لتحرير المسجد الأقصى. فلم يقم فقط بالإغارة على قوافل الحج التي كانت تعبر بالقرب من الكرك، بل قرر تجهيز جيش لغزو مكة والمدينة. وعندما سمع والد دمشق عز الدين أيبك بما يرمي إليه حاكم القلعة، جهز جيشا وقام بالهجوم على الكرك. ولم يكن يريد تحرير هذه القلعة الحصينة بقدر ما كان يريد إشغال أرناط عن غزو مكة والمدينة، وليعطي وقتا إضافيا للقائد العام صلاح الدين لتجهيز الجيش الكبير لتكون معركة فاصلة. وهجم البطل عز الدين على حصن الكرك، وأشغل أرناط بمعارك كر وفر، مما أجبر حاكم القلعة إلغاء خطته لغزو مكة والمدينة المنورة. كان صلاح الدين يتابع ما دار من أحداث عند حصن الكرك، ولم يخفي خوفه الشديد من إمكانية تجهيز جيش من قبل الأعداء للهجوم على مكة والمدينة، فأثقله الهم في كيفية حماية قبلة المسلمين ومدينة رسول الله. لم يستطع صلاح الدين إخفال التهديد من قبل الأعداء للجزيرة العربية، رغم انشغاله في إعداد الجند والتجهيز لمعركة حطين. فقام بإعداد أسطول بحري كبير ليتحرك من مصر في البحر الأحمر إلى جدة في حال وقوع أي خطر. لم يكن قائد الكرك سهلا، وكان يريد أن يمنع صلاح الدين بكل الطرق من استرداد المسجد الأقصى. فراح إلى خليج العقبة وصنع سفنا حربية وجهزها، وانطلق جيشه إلى مكة والمدينة. وعندما علم صلاح الدين أعطى أوامره الفورية للأسطول الإسلامي في مصر التحرك، لكن أسطول أرناط وصل الساحل قبل أن يقطع الأسطول الإسلامي الطريق عليه. وهنا بدأت عملية مطاردة للجيش الإسلامي فور وصوله الساحل، إلى أن أدرك الجيش الإسلامي وأظفر بجيش أرناط، وحمى الله المدينة المنورة التي كانت هي الجهة الأولى التي كان ينوي أرناط احتلالها. زاد غضب صلاح الدين من أرناط، وأدرك أنه لا يمكن أن يصل إلى ما يريده دون الانتهاء من أمر ذلك القائد البطل، فجهز جيشا كبيرا وضرب حصارا شديدا على قلعة الكرك. لكن حاكم القدس تحرك بالجيوش من القدس نحو الكرك لفك حصار صلاح الدين الأيوبي، ودارت معارك بين الجيشين، وكانت القوات النصرانية تنتظر الإمدادات. عندها أدرك صلاح الدين أن الاستمرار في حصار قلعة الكرك سيؤدي إلى حرب كبيرة فاصلة، ولم يكن قد تمكن صلاح الدين من جمع كل الجيوش الإسلامية، فقرر الانسحاب إلى دمشق. لم تكن حلب تريد مساعدة صلاح الدين في معركة استرداد القدس، فقرر أن يهجم بجيشه إلى حلب لتوحيد كل بلاد الشام، وكان له ذلك. وفي نفس الوقت كان يرسل كتائب لمحاربة أرناط في الكرك ليشغله عن تجهيز جيش من جديد ويغزو مكة والمدينة. واعتمد صلاح الدين الأيوبي على الضغط الشعبي لإجبار قادة المماليك الإسلامية للدخول معه في الحلف لفتح القدس، واستطاع العلماء في الموصل من تحفيز العامة لإجبار حاكم الموصل الانضواء تحت راية صلاح الدين، وكان لهم ذلك. وقرر حاكم الموصل خضوعا لإرادة شعبه وعلماء الدين هناك تجهيز جيش تحت إمرة صلاح الدين. في الأثناء هجم أرناط على قافلة حج كبيرة وأسر كل من فيها،
وسلبها كلها وقال للأسرى: قولوا لمحمدكم يخلصكم. غضب صلاح الدين ونذر أنه لو ظفر بأرناط ليقتلنه بيده. أعلن صلاح الدين النفير العام في كل البلاد الإسلامية، وكانت مصر تعد جيشا كبيرا تلبية لنداء المسجد الأقصى، وخرجت الجيوش الإسلامية من مصر إلى الشام وكذلك الممالك في العراق، حتى ارتعب العالم المسيحي من اجتماع كلمة المسلمين من جديد. أمر صلاح الدين حاميته في حلب الهجوم على أنطاكيا في آسيا الوسطى، واعتقد العالم المسيحي أن صلاح الدين ينوي القيام بإعداد حملة عسكرية على بيزنطة، وكانت هذه حركة ذكية جدا من الأيوبي، لأن العالم المسيحي أبعد فكرة أن صلاح الدين ينوي استرداد القدس. وعندما بدأت بيزنطة جمع الجيوش عقد هدنة بينه وبين أنطاكيا. قام صلاح الدين بهجوم ليلي على معقل رئيسي للنصارى في صفوريا وانتصر بهذه الغارة، وغنم وأسر وقتل كل من وقف أمامه، وقام بالانسحاب السريع. وبهذا الهجوم أراد أن يوصل رسالة إلى جيوش النصارى الموجودة في فلسطين ليجتمعوا ويتمكن من جرهم إلى معركة كبيرة فاصلة، وكان له ذلك، حيث اجتمعت كل الجيوش وكان عددهم يزيد عن 60,000، وأمروا عليهم حاكم القدس الملك لوزينيان، وزحف الجيش إلى صفوريا. إلا أن صلاح الدين انسحب، والسبب أنه يريد أن يجرهم إلى موقع آخر يكون أقل تحصينا. فقرر صلاح الدين الهجوم على طبرية، وكانت هذه منطقة مهمة جدا للجيوش النصرانية، واستطاع فتحها. وأوهم الجيوش المجتمعة في صفوريا أنهم إذا بقيوا في مكانهم سيفتح كل المدن الفلسطينية واحدة تلو الأخرى، وانطلت عليهم الخدعة، وصارت جيوشهم إلى طبرية لملاقاة جيش المسلمين في معركة فاصلة حاسمة.